اهلا بيكم. وبناء على طلب بعض الاصدقاء ليا اول فيديو مشتريات في قناتي، ومش هنعرض اي مشتريات وخلاص، يعني المشتريات اللي هعرضها لازم يكون ليها فكرة وهتلفت نظر اي ست لكيفية استخدامها وازاي تساعدها في المطبخ. وتعالوا نشوف مع بعض هنجيب ايه، وان شاء الله الفكرة تعجبكم. ويلا معايا نشوف جبت ايه. بفكرة حلوة، بحاجة جديدة تكون نفسها اشتريها. الحاجة الاولى اللي انا جبتها ايه دي كده، عشان نعمل بيها الكيك بتاعنا، التورته والسبونج طوق زي الصينية اهو. طبعا علشان تستخدمي دي لازم تجيبي طبعا ورق شفاف الاول، وتحطيه على صينية تانية، وهتعملي مثلا هنا هتعملي كيكة فانيليا، هنا ممكن تعملي شوكولاتة، هنا ممكن تلونيها بألوان بودرة او اي الوان تانية. يعني هنعملها طبعا مع بعض وهنشوف عشان تطلع طبعا شكلها جميل. دي جبتها ب 120 جنيه ستانلس، طبعا في احجام منها طبعا عند اي حد بتاع مستلزمات حلويات. انا جبتها من محل هنا عندي في جسر السويس اسمه البيات، يعني عنده منتجات هايلة جدا، وعنده احجام واشكال تانية كتير. دي برضو دي اسمها طوق بتاع كيكة الاسبونج. جبنا حاجة تانية برضو جميلة، طبعا ما فيش بيت بيخلى من عميل الهمبرجر، وطبعا الهمبرجر البيتي بيكون احلى. وبدل ما نعمل الهمبرجر نحطه مثلا في علبة نستون فاضية وعليها ورق نايلون ونقعد مثلا ان احنا نطلع الشكل، لا، في قطاعات للهمبرجر اسمها برجر بريس اهي، هوريها لكم برضو اهي يا جماعة. دي هتحطي طبعا اي كيس ثلاجه او كيس نايلون عندك، وهتحطي عليه اللحمه عادي جدا، وهتحطي دي كده بالشكل ده كده، وهتطبعي الشكل اللي انت عايزاه وهتخرجيها على طول من الكيس. دي جميله جدا وستانلس، يعني استخدامها معاكي هيكون انضف وهتعيش معاكي فتره ان شاء الله، وهتريحك جدا. طبعا هي بتكون انضف طبعا من البلاستيك، يعني الستانلس استخدامها هيكون معاكي سنه. هتجيبها برده من اي، انا جبتها برده من مستلزمات الحلويات او اي محل ادوات منزلية. دي الاطباق بتاعتنا تقدمي عليها الجاتو او التورتة بتاعتك اهي، 7.5، يعني رخيصة بصراحة جدا. في طبعا الوان منها جميلة اهي. وجبنا كمان المضرب اليدوي، طبعا انا عندي، بس طبعا هو باظ عندي، الاسلاك بتاعته من هنا باظت اهو. اسعاره طبعا جميلة. وجبت كمان كيس حلواني طبعا عشان استخدميه في تزيين الترط. طبعا كان في الاول خامات بتكون ضعيفة جدا، دلوقتي بقت طالعة يعني خامات بتكون انضف في الاستخدام اهو، مقفول طبعا من النص اهو زي ما انتم شايفين. بتحطيله طبعا القمة بتاعه الحاجات كلها هتلاقيها رخيصة، يعني من 10 جنيه و 7.5 كمان ل 30، يعني في الحدود دي. ودي طبعا برضو اهي قماعة صغيرة هنشكلي بيها التورتة والكيك بتاعك على شكل طبعا ورق شجر واشكال تانية. ب 20 جنيه جايباها. جبنا بقى حاجة جميلة جدا، شايفين الشوكولاتيه جميله قوي قوي، في الوان بقى منها، تلاقي منها الاحمر، وجبت منها كمان اللي هو البني الغامق، شايفين الوانها جميله قد ايه. طبعا الحاجات دي وحاجات التزيين بتدي التورته شكل جميل طبعا، وبتغير من معالمها خالص في الاخر، يعني بتديكي شكل جمالي جدا، تكون ممتازه جدا. 15 جنيه واحده. وكمان نصيحة تانية برضو لكل الستات، ان هي لما تيجي تزين التورتة بتاعتها تستخدم كريمة الزبدة، بتكون افضل معاكي في الاستخدام من كريم شانتيه، يعني بيكون قوامها متماسك احسن من الكريم شانتيه، عشان يعني تشتغلي وانت مرتاحة ما يسحش منك بسرعة.
ده تقريبا ربع كيلو، هتحطيه على كوباية ونص من اللبن المثلج او على كوباية ونص من المية، وهتضربيه عادي جدا بنفس طريقة الكريم شانتيه، بس هيكون استخدامه سهل لما نحطه في الكيس الحلواني اللي وريته لكم ونعمل بيه ورق الشجر او نعمل بيه اشكال متعددة للتورته. تعالوا نشوف حاجة جميلة جدا بقى انا جبتها عجباني قوي، خليتها لكم يعني لاخر الفيديو. حاجتين هما الصراحة، الحاجة الاولى دي قاعدة اهي فرشة بتحطيها، طبعا اهي اوريها لكم دي الاول للتورتة بتاعتك، طبعا عشان تقدميها بشكل شيك لازم طبعا لما تيجي دي برضو بسبعة ونص لما تيجي تجيبيها هتلاقي منها احجام، تعرفي انت برضو هتعملي تورتة كبيرة صغيرة مقاسها قد ايه، وتحددي علشان تجيبي ان التورتاية بتاعتك تكون اصغر من القعدة دي علشان يكون شكلها جميل ويبان جزء من القعدة من برة. اهي في احجام برضو منها، وفي ده في غير الذهبي في لون فضي برضو من محل مستلزمات الحلويات. والحاجه اللي بقول لكم عليها اللي عجباني انا جدا عن نفسي يعني دي قعدت التورته بعد ما تخلصيها. طبعا كلنا بنضطر نحطها على صينيه او على يعني اي سيرفيس للتقديم، لا دي اهي بتقدمي عليها التورته، مش بتزيني عليها التورته، لا بتقدمي عليها التورته اهي شكلها من تحت بالشكل ده اهي، شايفينها معايا من فوق بالشكل ده. ودلوقتي كمان حطينا عليها التورته، لا هنغطيها كمان بالغطا الجميل بتاعها ده اهو اهو شايفينها اهي. دي ب 120 جنيه بس طبعا هتستخدميها على طول، يعني قبل ما تحطي التورته خلي بالك هتكوني جايبه التورته ومزوقاها وحطاها على القعده دي اهي بالشكل ده، وهتقدمي عليها طبعا التورته في عيد ميلاد او لو عندك ضيوف، وده الغطا بتاعها اهو، وهنغطيها بالشكل ده فتكون حاجه جميله ومشرفه قدام اسرتك وقدام ضيوفك. يعني اتمنى ان الحاجات اللي اكون جبتها النهارده تكون افادتكم وخدتوا فكره عنها. يعني لكل ست بيت محتاجه مثلا تقدم التورته بشكل شيك هتجيب دي اللي هي هتقولي له طبعا اللي هي قاعده تقديم التورته، مش القاعده لتزيين التورته، لا قاعده التقديم. وطبعا الشوكولاتات الجميله دي وفكره كريمه الزبده طبعا تكون احسن من كريم شانتيه يعني. واتمنى ان الافكار دي النهارده والحاجات تكون عجبتكم وما اكونش ضيفه تقيله عليكم.